تضحك سي عبد الله. توا تتفكر كيفاش قتلتك ولا لا؟ سممتك عبدتك تتسكك على ركابك قدامي كالكلب. انت طلع في الروح وانا نغزلك ونتبسم. بازرك توحشت ولدك. هات انا بعثولك الطير منه وحش باش نقتلو كيما قتلتك انت بالضبط. تمشيش تقول سلاح دوني عاد. محليك وما كبر قلبك قدك طلعت ولد اصل. حتى انا توحشت بابا الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. والله خايف. والله خايف للي عمله سي عبد الله يفيهته تو. ما سبت هاي بخدمتك وتجنجت كل شيء. انا مستعد نضحي على خاطركم ما مش لهالدرجه. من هون وعليك مشيت ياكل شاي في جرك المهبول خويا. صباح الخير سي ممدوح. عطيني دليل باللوز. حاضر. ودخل صورتك. سامحني. نكتب فيك تقرير فوري كان. عندك حق سامحني. عملي خالص التوفيق. حاضر. روحين. سامحني شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك. اهلا ممدوح. صغار الحمد لله. كسمنا في طبق وقهوه. لشكون؟ توفيق المعلم. توفيق تو تعدى ما صبحتش عليه. اعطيني كيس جو. اعطيني. فما جو سي سلاح فما جازوس. وينو سي توفيق؟ يمكن ملا في بيروه. باس في بيروه. بصراحه كيف بصراحه بربي طبق امسح بالكدا طبق. لا نضربك بيه تو، تو هكا باش نخدموا التوفيق انا، اعطيني الخطا وين؟ هاي اعطيني الخطا. سي بون سي ممدوح. هو باش تقولش ممدوح سرق. لا لا حاشاك. هاي هاي. عاود امسح عاود، عاود امسح. خاطر دخلتني بعدي انا. سامحني سي ممدوح. اما رغم هذا باش نكتب فيك تقرير، يا جلف. بخير سي توفيق. شبيك تفجعت ريت رهبان؟ لا ما ماكش مستانس تدخل لي البيرو. المسبوعة اللي معاك ويني ماتت؟ لا أمها سي توفيق. أمها ماتت؟ أمها مريضة سي توفيق. أمها مريضة. أمها مريضة ما تجيش تخدم. تسعيب. كلم لي أكابو يجيب لي قهوة كلم. سي توفيق أبو مازال ما جيش. نعم؟ مازال ما جيش. وش بيه مازال ما جيش؟ أم نسرين مريضة. أبو؟ كي تمرض ام نسرين ابي ما يجيش. يخرج معها هو مصاحبها؟ ظهر لي هكا. يحب ام نسرين هو ابي يحبها؟ نسرين. كي تمرض هي ما يجيش. الام ما نعرفش سي توفيق. اسمك؟ عزيزه سي توفيق. اسمك عزيزه سي توفيق؟ عزيزه سي توفيق. لا قول عزيزه كهو خاطر كي تقول عزيزه سي توفيق ولا عباره لقبك سي توفيق. عزيزه. صحيح. سي توفيق. سمباتيك عزيزه. اسمعني. نعم. كان تاع الارشيف شو اسمه هذاك؟ اللي بالشيب هذاك. تقول له يدخل البير. حاضر سي توفيق. قلق عزيز. باهي. نعمل لك قهوه سي توفيق؟ لا عزيزه سي توفيق قلق. باهي. تعملي الشاي. باهي. شنو هو الدق ديق هذا؟ والله ما عرفتني. بشويه بشويه. شوني باش يقلع البيت. أبو بدي بو شو تعمل هوني؟ شو نبحت عليك ما تجيني للدار؟ والله العظيم كان يراك خويا اللي يذبحك ويذبحني. بو 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 بدي بو بدي بو. جيش طلع على أمي مريضة. بو بدي 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 بيه بيه يقعد يقعد غادي خلق قول لأمي أموها تغطي راسها في طنجي أقعد غادي. أمي يا كالسخصة ذاك اللي يخدم معي اللي عطاني الفلوس جاب شي طلع لي كمريضة عايش أمي في ساعة تلف. ها
فهمت حاجه فكرت قلت لك حرام عليك راجل بكوش وانت عامله بالبطانيه بالبطانيه تاع مخك مريضه نعمل قاعده ريحه الدخان عشمي في زع الدخان نفض نفض عصيمه هاي كيف الصلاه جوست عصيمه عصيمه يا طبيب اش نحملك الحمد لله عند ربي يا وليدي ريحه شنو هذه مش ريحه دخان يا وليدي من الدخان اللوطه وليد الحومه يا وليدي في بالكم الدخان اخطر حاجه لازم يقتل نعم يا وليدي خينا عندي طب كيفاش نتكيف العمر هذا باي عندك حاجه توجع فيك قول لي يا وليدي سقي يدي راسي ما عدتي شوي شوي عايش وليدي خليك لاباس شما يا وليدي مدام عندك الالغوريتم بريوديك سينوزويدال دو اكسترن داخل بعض اش معناها بالعربي ما عندك توجع فيك بكلي ما عدتي تمشي طويت برشا ليل ونهار يا وليدي عندي ثلاثة ايام وانا خرامة على التواليت مدام امك لازم توا نهزوها للجونس توت سويت جيبوا امبيلونس ونهزوها لاباس لاباس ما تخافش لاباس مدام هبش مشي اي الفاني كمات لي كاري وليدي توا تجي الامبيلونس انا جاي ماندي شنو هذا؟ يا با ما جيبوش صباك والدخان با عندك شاول؟ با حتى شاول ما عندكش